شيخ دن هزيمة أولى بعد 3 انتصارات أمام الاتحاد العسكري. الحمد لله على كل حال. اليوم كنا معنا طامحين باش نواصلوا في السلسلة الإيجابية. نعرفوا منافس قدامنا أنا اتحاد العاصمة عامل دو ديفيت، نعرفوا ننتظروا رياكسيون كبيرة من فريق عريق وكبير، نعرفوها باللي مقابلة صعيبة. حضرنا المقابلة على أساس من نواحي الكل، الذهنية البدنية الفنية التكتيكية. للأسف نجم نقول الشوط الأول معناها كنا نوعا ما معناها مردودنا مقبول، رغم ما كنتش راضي على تنشيطنا الهجومي. رغم ذلك جاتنا هذول اللي أحسن فرصة في الشوط الأولاني هي اللي نحن كانت فرصة هدف ما تسجلتش. أما المفروض معناها حضرنا المقابلة على أساس فما برشا مساحات، نعرفوا الاتحاد العاصمة باش يهاجم أو ترونس، ونعرفوا اللي نجموا نعملوا لي زاتاك رابيد، ونجموا نعملوا ابليزيور ريبريز معناها فرص سنح للتسجيل. باراليل تنظيمنا الدفاعي كان جيد الشوط الاولاني، ما كانتش علينا خطوره كبيره رغم امتلاك الكره كان اكثر عن اتحاد العاصمه. الشوط الثاني هو المنعرج معناها تصورنا واعتقدنا انه باش نحسنوا من الاداء نتاعنا خاصه الهجومي باش بور اكسبلواتي لو ديزيكيليبر نتاع ديفونس ادفيرس. للاسف ما عملناش اونتام باهي. اتحاد العاصمه الحقيقه استحقاق على الشوط الثاني خاصه كانوا الاولانيين على الكره، ضغطوا علينا، عرفوا يتعاملوا مع وضعيات، زادوا في النسق نتاعهم، غاب علينا التركيز في الهدف الاول، تود سويت هدف ثاني المقابله اخذت منعرج واحد اخر ولات في صالح اتحاد العاصمه. هذا هو معناها نقبلوا الهزيمه اليوم ويقعد معناها درس نتعلموا منه. وفريقنا كما عمل الانتصارات وفرحونا وكان تطبيقهم أنا اكزومبلير، اليوم نراجعوا رواحنا ونرجعوا على السكه ان شاء الله في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. شفناش رده فعل شيخ في الشوط بعد تسجيل ما تقدرش رده فعل وقت اللي انت قبلت الهدف الثاني معناها تري رابيد. شوف اليوم حتى الوضعيه التكتيكيه واضحه، اللي مش يسجل قبل هو اللي مش يربح المقابله. احنا بنينا على الفاكتور هذاك. للاسف قلت لك معناها الشوط الاولاني ما كنتش راضي على التنشيط الهجومي رغم انه جاتنا احسن فرصه، هذول لي اوكازيون معناها بيوت ما فيهاش كلام معناها. للاسف صار ريف في الكره. اما وقت اللي قبلنا هدف بيان سور اتحاد العاصمه ما عادش باش تلقاهم ديزيكيليبر، باش تولي متوازنه اكثر، باش تولي متماسكه في الدفاع، ما عادش باش تلقى مساحات. احنا بالعكس نوليو نخلقوا بطريقه غير مباشره مساحات للمنافس. هذا هو معناها الكره، خاطر لافونتاج دان بيوت راهو يبعثر حتى الخطة المنتهجة من الفريقين. هذا هو معناها ولينا معناها اون انفيريوريتي في الاتاك مع سوبيريوريتي نتاع الدفاع المنافس. عرفوا يتعاملوا هما في الشوط الثاني، استغلوا الأسبقية، زادوا دعموها بهدف آخر، ويظهر لي هدف آخر قاتل ثالث وفات المقابلة. كما قلت لك احنا درس مهم نتعلموا منه، مازالت المرحلة طويلة ومشوار طويل، وإن شاء الله معناها اليوم مالها لا عثره، نعتبرها عثره وعاديه جدا تصير. الملاعبيه نتاعنا نشكرهم ما قصروش. هذا هو معناها نحضروا روحنا المرحله الجايه ان شاء الله. بعيدا عن مباراه اليوم شيخ، بدايه قويه لجهه خنجله هذا الموسم، فوز امام فرق كبيره، وفاق الصيف، شبيبه القبائل، شباب الوزداد. معناها شوف ما فما سكري. احنا كي بدينا التحضيرات شفنا الكالندريين كلهم معناها دي جرو مرسول في رق الكل، خذيناها بالمقابله توفقنا 3 مرات، اليوم ما توفقناش. كما قلت لك معناها ما عنديش ريبروش كبير على الملاعبيه، عقليتهم هي نفسها، طموحاتهم هي نفسها، عزيمتهم هي نفسها، سوف اليوم لقينا اصرار اكبر من اتحاد العاصمه، استحقوا الانتصار نتاعهم ونهنيهم. صحيح رغم الهزيمه اليوم خشنا ظهر بوجه مميز اليوم. والله احنا معناها الحرص نتاعنا رقم واحد هو نقدموا كره معناها الند للند، ما نحسبوا حتى منافس، معناها ما نمشيوش بالفاكتور تيوريك ولا هيستوريك، نلعبوا باش نقاتلوا، معناها نلعبوا البرنسيب نتاعنا نيغوسيي لي 3 بوان. توفقنا في 3 مناسبات، اليوم ما توفقناش، كومام ما نخجلوش من الهزيمه هذه، قدامنا منافس كبير برشا، هذه هي معناها كما قلت لك نصلحوا رواحنا وان شاء الله نرجعوا في اقرب فرصه لسلسله انتصارات ان شاء الله. عايشك.